في القاعة الأولمبية بسوسة، لقاء ذهاب النجمين في انتظار لقاء الإياب يوم السبت القادم بقاعة توفيق بوهيما بيرادس. إذن كما قلت الدور نصف النهائي الأول اليوم الجمعة في سوسة، وغدوة إن شاء الله السبت موعد مع الدور النصف النهائي الثاني يجمع بقاعة الجورجينيا النادي الإفريقي والاتحاد المنستيري. إذن هذه هي مباراة النجم الراتسي والنجم الساحلي بقاعة بالقاعة الأولمبية بسوسة. إذن انطلاق المباراة، أمامنا الكرة في يد أمين رزيق، ثم تمشي لي اللاعب رقم 9 هذا اللاعب محمد العباسي. تعود الكرة للنجم الساحلي، أمامنا اللاعب الأجنبي الكونغولي عفوا، إذا ماغا بيتشوي. هذا عمر عبادة قدامنا. إذا انطلاق المباراة، هي الإعادة لعمر عبادة. الكرة تعود للنجم الساحلي، هذا اللاعب جيوفاني وودز مررها لمكرم بن رمضان، ثم تعود لعمر المحلي، لا عفوا هذا عاطف ماوى. إعادة أمامنا، ينجح عاطف ماوى في تسجيل هذه السلة. إذن هذا لقاء النجم الساحلي والنجم الراتسي، كما قلت النجم الساحلي أنهى المرحلة الأولى من البطولة في المركز الأول، وهذا مضمن له التتويج باللقب الشرفي للبلاي أوف، وهذا كذلك ما منحه أسبقية استقبال منافسه في الدور النصف النهائي للبطولة النجم الراتسي صاحب المركز الرابع. إذا نمشيو لتشكيلة الفريقين، نبدأ بالفريق الضيف. 4 عمر عبادة، 5 أشرف قنوني، 6 حسني إلهي، 7 يوسف قدور، 8 مروان كشريد، 9 محمد عباسي، 10 مجري محمد، 11 أمين المغربي، 12 لؤي رودسلي، 13 أحمد إسماعيلي، 14 عمر بوعلاق، 15 أمين رزيق، والمدرب اليوناني ستراتوس. بالنسبة لتشكيلة النجم الساحلي، 4 معز المستيري، 5 أيمن بوزيد، 6 إبراهيم النداري، 7 مانجا بيتشوي من كونغو، 8 عمر الموحلي، 6 9 عفوا مكرم بن رمضان، 10 مهدي السايح، 11 حمدي براعة، 12 عاطف ماوى، 13 جوفاني وودز هذا اللاعب الأمريكي، 14 وسام بوعوينة اللي عوض زياد التومي بعد ما أصيب على مستوى الكتف في لقاء النجم الساحلي مع الملعب النابي، و15 رضوان سليمان المدرب هو يوناني الجنسية كذلك ديمتريوس. إذا أمامنا نتيجة المباراة، التعادل لحد الآن 3-3 بين النجمين النجم الساحلي والنجم الراتسي. الكرة في حوزة النجم الراتسي، تعاود تخرج مرة أخرى، ومرة عبادة هون يتناقش مع الحكم. إذا الكرة في حوزة النجم الراتسي، هذا اللاعب أمين رزيق يحاول التسديد وينجح، صاحب الخبرة أمين رزيق، هذا اللاعب أمين رزيق أمامنا ينجح في تسجيل هذه السلة. تعود الكرة للنجم الساحلي، محاولة من اللاعب الأمريكي لكنه ما ينجحش. تعود الكرة للنجم الساحلي، تعود مرة أخرى بعد سقوط عمر عبادة، هذا سقوط عفوي يقول الحكم. إذا تعود الكرة للنجم الساحلي، عاطف ماوى إلى اللاعب جوفاني وودز، عمر الموحلي يبحث عن المساندة، وودز عاطف ماوى، رضوان سليمان خاطئة سلة رضوان سليمان لتعود لعمر عبادة، وهذا العباسي يسقط على الأرض وغير ناجحة محاولته. تعود للنجم الساحلي، هذا اللاعب وودز مررها لمكرم بن رمضان تحت السلة وينجح، ينجح مكرم بن رمضان، هذا هو اللاعب الدولي مكرم بن رمضان.
لاعب النجم الساحلي والمنتخب الوطني. كرة إذن عند النجم أراتي. إذن المغرب يبحث عن المساندة. تمشي الأمين رزيق. المغربي مرة أخرى أمين رزيق. ناجحة عملية 1-2 بين أمين رزيق وحمد المغربي وينجح لاعب الخبرة أمين رزيق في تسجيل هذه السلة. أو أمامنا الإعادة على الشاشة. النتيجة إذن 5-8 التقدم والأسبقية للنجم الراتسي. كرة تعود للنجم الساحلي. هذا مكرم بن رمضان يحاسو قدور وكذلك مروان كشريت قاموا بمحاصرة مكرم بن رمضان وتحصل على خطأ. لن تعود الكرة للنجم الساحلي وعاطف ماوى يحاول لكن التقاء دفاعي من مروان كشريت. هذا هو مروان كشريت يبحث عن المساندة. مروان أمام اللاعب وودز. تمشي الكرة لقدور. تمشي لأمين رزيق. هذا أمين رزيق ثم المغربي. أمين المغربي يتوغل ويتحصل على خطأ. هذا أمامنا لاعب الخبرة كذلك أمين المغربي محمد أمين المغربي يتحصل على خطأ. والنتيجة دائما الأسبقية للنجم الراتسي 5-8. إذن 8 لصالح النجم الراتسي 5 للنجم الساحلي. إذا الرمية الحرة الأولى ناجحة من محمد أمين المغربي في انتظار الرمية الحرة الثانية. ناجحة كذلك. إذن تعود الكرة لعاطف ماوى. رضوان سليمان أمامه يوسف قدور. رضوان سليمان وودز. هذا اللاعب وودز أمامه مروان كشريت. وودز ماذا يفعل وودز؟ مش الكرة لمكرم بن رمضان. خاطئة من مكرم. تعود الكرة للنجم الراتسي عمر عبادة يمررها لشكون تحت السلة. وناجحة من أمين رزيق. إذن عرف يستغل الهفوة عمر عبادة وأمين رزيق في نفس الوقت. لا ما تسجلتش السلة لكن العملية كانت جيدة ونية طيبة من عمر عبادة. هاي الإعادة قدامنا وأمين رزيق وين كان متمركز. يحتسبها الحكم على ما أظن نشوفه قدامنا لأنها كانت السلة داخلة. شوفوا قدامنا النتيجة. هذا جمهور النجم الساحلي تشجيع لعناصر فريقهم خاصة هذا الفريق دخل معنويات مرتفعة بعد التأهل والترشح للدور النصف النهائي لمسابقة الكأس الأسبوع الفارط بعد فوزه على حامل اللقب النادي الإفريقي بنتيجة 73-44. النجم الراتسي هو بدوره كان ترشح الأسبوع الفارط كذلك للدور النصف النهائي على حساب فريق نادي الكهرباء والغاز. يعني فريقين بشرقوا أنفسهم للدور النصف النهائي للكأس. واليوم هذا الدور النصف النهائي الأول للبطولة. إذن الكرة تعود للنجم الساحلي. إذن 5-12 والأسبقية للنجم الراتسي. هذه نتيجة أمامنا. إذا رضوان سليمان حاول يمررها لمكرم بن رمضان لكن خاطئة ويأخذها يوسف قدور. تعود لعمر عبادة. هذا هو عمر عبادة. يوسف قدور. عمر عبادة. حاول عمر عبادة من بعيد وينجح هذا اللاعب. 3 نقاط. هاي الإعادة قدامنا. 10 نقاط فارق لحد الآن.
تعود الكرة للنجم الساحلي، هذا عمر الموحلي، مرها لمهدي السايح، مكرم بن رمضان، مهدي السايح يحاول وينجح، ينجح مهدي السايح في تسجيل هذه السلة ويقوم بتقليص الفارق كذلك بثلاثة نقاط. هاي الإعادة قدامنا، يعني سلة ثلاثية، تصبح النتيجة 8-15. دائما التقدم للنجم الراتسي، هذا يوسف قدور، لكن الكرة في رضوان سليمان، مهدي السايح، مهدي السايح يبحث على الحلول لكنه يخطئ وترجع الكرة للنجم الراتسي يوسف قدور، غريبة ما تدخلش السلة، الكرة هذه عفوا تعود للأمريكي وودز، وودز ضايعة ضايعة هوني، فما شوية تسرع، شوية تسرع هوني من الفريقين. هاي الإعادة قدامنا، كيفاش اللاعب الأمريكي تضيع الكرة عليه. الكرة عمر عبادة، عمر عبادة قدامه مهدي السايح، يوسف قدور، أمين رزيق، أمين رزيق معاه محمد أمين المغربي، يحاول التسديد خاطئة، تعود مرة أخرى لشكون؟ رضوان سليمان، رضوان سليمان قدامه كشريت ومكرم بن رمضان، حصل على خطأ، إذن هذا مدرب النجم الراتسي أمامنا، هو يوناني الجنسية، وهذا كذلك المدرب اليوناني ومسانده، مساعده عفوا نبيل حطاب، كذلك مدرب النجم الساحلي، وهذا مكرم بن رمضان. الرمية الحرة الثانية، بعد ما كانت الرمية الحرة الأولى ناجحة، المحاولة من مكرم بن رمضان فاشلة هذه المرة، وتعود الكرة لأمين رزيق، أمين رزيق وعمر عبادة، عمر عبادة قدامه مهدي السايح، يوسف قدور، أمين رزيق، هذا أمين رزيق، تمشي الكرة لعمر، ترجع ليوسف قدور بعد من أمين المغربي، مرها ليوسف قدور ثم عمر عبادة ثم تعود لأمين المغربي و يسجل، يسجل محمد أمين المغربي، قد قدم على الوقت يعني ال 24 ثانية، نتيجة 9-18 والتقدم دائما للنجم الراتسي. مش الكرة للنجم الساحلي عند رضوان سليمان، مكرم بن رمضان يحاول لكن تعود الكرة لمروان كشريد، ضايع على النجم الساحلي، هذا عمر عبادة، عمر عبادة ماذا يفعل؟ يمشي يعطي الكرة ليوسف قدور، يوسف قدور، عمر كشريد، عفوا مروان كشريد، وينجح مروان، ينجح في هذه السلة الثلاثية كذلك ويدعم الفارق، يصبح تصبح النتيجة 9-21 تقدم للنجم الراتسي. هذه محاولة من اللاعب، لاعب النجم الساحلي مانجا من الكونغو، هذه إعادة مروان كشريد، هذه سلة مروان كشريد الأخيرة، تعود الكرة للنجم الراتسي، ناجحة، ناجحة من أمين رزيق، هذا اللاعب أمين رزيق، هاي الإعادة قدامنا، مردود طيب إلى حد الآن لعناصر النجم الراتسي والأمين رزيق، يعني هذا رضوان سليمان لكن يتحصل على خطأ. إذا أمامنا رضوان سليمان في انتظار تنفيذ الرمية الحرة. النتيجة قدامنا 11-24، دائما التقدم للنجم الراتسي.
محاولة أولى من رضوان سليمان غير ناجحة. هذه المحاولة الثانية كذلك فاشلة من رضوان سليمان وتعود للنجم الراتي عفوا. الكرة في حوزة النجم الراتي. أحمد السماعلي، لؤي رودلسي، لؤي أحمد السماعلي وتعود مرة أخرى لرودسلي ثم تمشي مرة أخرى غير ناجحة من اللاعب أمين المغربي. وباقي هوني استماتة، استماتة والتقاط هجومي ناجح من النجم الراتسي. الكرة عند مروان كشريد، محاولة أخرى وينجح، ينجح مروان كشريد يسجل زوز سلات أمام مروان كشريد. إصرار كبير من عناصر النجم الراتسي على التسجيل. إذن الكرة في حوز النجم الساحلي، محاولة وينجح هذا اللاعب وودز، ينجح في تسجيل هذه السلة لتقليص الفارق بين الفريقين. هاي الإعادة قدامنا. إذن سلة ثلاثية من وودز ناجحة. جماهير النجم الساحلي، هذه أجواء القاعة الأولمبية بسوسة، أجواء الدور النصف النهائي الأول، لقاء الذهاب اللي يجمع بين النجمين، النجم الساحلي وهذا والنجم الراتسي. وهذه أمامنا الإحصائيات لفريق النجم الراتسي على الشاشة. احصائيات فريق النجم الساحلي كذلك، مشكورين زملائنا في الاعلاميه. هذه افضل لقطات قدامنا على الشاشه، اعادات. اذا هذه هي كما قلت اجواء القاعه الاولمبيه بسوسه. انطلاق الفترة الثانية بتقدم النجم الراتسي بنتيجة 26-14 على صاحب القاعة. هذه الفترة الثانية، الكرة في حوزة النجم الراتسي، هذا عمر عبادة يحاول التسديد لكن ترجع الكرة ليوسف قدور، مروان كشريد والتقاط دفاعي من رضوان سليمان. كرة للنجم الساحلي وودز، لا عفوا ترجع الكرة للنجم الراتسي مرة أخرى. أحمد السماعلي، أمين المغربي، مروان كشريت، مروان كشريت، وأحمد السماعلي تحت السلة لكن يقول مشي بالكرة، الحكم لا يحتسب هذه السلة. الكرة إذا عند النجم الساحلي عند مهدي السايح. إذا مهدي السايح يبحث عن المساندة. مهدي السايح ماذا يفعل؟ رضوان سليمان يحاول التسديد وينجح. رضوان سليمان ينجح، ثلاثة نقاط إضافية للنجم الساحلي. إذا 17-26
تعود الكرة للنجم الراتسي. هذا مروان كشريت سدد وينجح. مروان هذا أمامنا لاعب الخبرة، لاعب المنتخب الوطني كذلك، هاي الإعادة قدامنا. هذا هو مروان كشريت. النتيجة 17-29. كرة عند النجم الرساحي، هذا اللاعب وودز. وودز ماذا يفعل؟ حاول التسديد لكن خاطئة والتقطها محمد أمين المغربي. تمشي الكرة عند عمر عبادة. عمر عبادة أمين المغربي، عفوا أحمد السماعلي وغير ناجح. هذا رضوان سليمان. لكن هوني الحكم يتدخل يقول فما خطأ. الإعادة على الشاشة قدامنا. سقوط لاعب النجم الراتسي. هذا رضوان سليمان يتحصل على خطأ. الخطأ الثاني لمروان كشريت. الرمية الحرة الأولى. هذه كذلك الرمية الحرة الثانية نجح فيها رضوان سليمان. وتعود الكرة للنجم الراتسي. هنا يخرج أحمد السماعلي ويرجع أمين رزيق للميدان. إذن الكرة عند النجم الراتسي. هذا مروان كشريت. يوسف قدور. أمين رزيق. عبادة. عمر عبادة تحت السلة. وهناك التقاء دفاعي من رضوان سليمان. هذا مهدي السايح. مهدي السايح قدام عمر عبادة. مهدي السايح يشكون. كوني شد الكرة برشا مهدي السايح وهذاك علاش فكوا هيلو، يعني فكوا زميله من الفريق المنافس. لتعود للنجم الراتسي. كرة عند عمر عبادة. حاول التسديد لكن عاطف ماوى كان في الموعد. هذا عمر المحلي. عمر المحلي. رضوان سليمان يحاول التسديد وخاطئ. أمين رزيق كان في الموعد. تمشي لي مروان كشريد. مروان كشريد أمين رزيق مرة أخرى. مروان كشريد أمين رزيق مروان كشريد. ثم خطأ من إبراهيم النداري. خروج إبراهيم النداري. دخول كذلك اللاعب الشاب حسني الإلهي صفوف النجم الراتسي. الكرة عند يوسف قدور يبحث عن المساندة لكن يقطعها مكرم بن رمضان. ماجمش ياخذها عمر عبادة. تعود الكرة لمهدي السايح. مهدي السايح ماذا يفعل؟ مهدي السايح كرة لعاطف ماوى. مهدي السايح يسدد وينجح. ناجحة من مهدي السايح. سلة مزيانة من مهدي السايح. هذا اللاعب مهدي السايح أمامنا. هاي الإعادة كذلك على الشاشة. تعود الكرة لأمين رزيق. أمين رزيق لكن تقطع الكرة. مرة أخرى تعود للنجم الراسي عمر عبادة. ومحاولة من أمين رزيق لكن كرة في أيدي لاعبي النجم الساحلي. هذا عمر الموحلي. عمر الموحلي قدام يوسف قدور. مررها لمهدي السايح. ثم تمشي لرضوان سليمان.
تعود مرة أخرى لمهدي السايح، لكنها خاطئة ورضوان سليمان كان في الموعد واستماتة على الكرة. هذا عاطف ماوى مع عمر الموحي، مهدي السايح حاول تسديد مهدي والبرة الكرة تخرج، لكنها ما تدخلش من السلة وتخرج الكرة البرة. مدرب النجم الراتسي اليوناني، كرة في حوزة النجم الساحلي مكرم بن رمضان قدامه أمين رزيق، رضوان سليمان، رضوان سليمان، مكرم بن رمضان حاول، لكن عفوا هو عمر المحلي، عمر المحلي يحاول ويقع عليه خطأ. كرة دائما في حوزة فريق النجم الساحلي، وهذا عمر المحلي أمامنا لتنفيذ الرمية الحرة. وقت عفوا وقت مستقطع. إعادة ترتيب الأوراق أكيد بين مدربين يونانيين اثنين، معناها ديمتريوس مدرب النجم الساحلي وستراتوس مدرب النجم الراتسي، لأن هذه منافسة يونانية بين زوج مدربين يونانيين. إذا نعاود نذكر غدوة لقاء الدور النصف النهائي الثاني في قاعة البرجاني 6 متاع العشية، يجمع النادي الإفريقي والاتحاد المنستيري. نعرفوا اللي النجم الساحلي أنها هذه المرحلة الأولى، يعني مرحلة البلاي أوف في المركز الأول، ثم النادي الإفريقي في المركز الثاني، والاتحاد المنستيري في المركز الثالث، والنجم الراتسي هو صاحب المركز الرابع. إذا غدوة لقاء صاحب المركز الثاني والثالث النادي الإفريقي والاتحاد المنستيري. ونعرف احنا هذا اللقاء الدور النصف النهائي الأول، ونهار السبت الدور النصف النهائي الثاني القادم، عفوا المرحلة عفوا لقاء الإياب نهار السبت القادم، في حالة التعادل بين الطرفين أو بين الفريقين المتنافسين أكيد نمشيو للقاء ثالث فاصل هو لابال، يعني بين الفريقين حتى نعرفوا من هو المتأهل للدور النهائي. إذن أكيد لقاء هام وحماسي اليوم وغدوة زادة بين المتنافسين، فرق كما نعرفوا يعني عندها مدخول في كرة السلة وكلها تطمح إلى التأهل وإلى البلوغ إلى الدور النهائي. إذا نرجع لمباراتنا والكرة في حوزة النجم الساحلي، محاولة من محمد أمين المغربي لكنها تعود لمكرم بن رمضان. هذا مهدي السايح عنده الكرة قدام عمر عبادة، كرة لرضوان سليمان، مكرم بن رمضان يحاول ويتحصل على خطأ قدام يوسف قدور، أو يوسف قدور أمامنا. هذا الخطأ الثاني ليوسف قدور، هذه المحاولة الأخيرة لسقوط مكرم بن رمضان. هذه الرمية الحرة غير ناجحة من مكرم بن رمضان،
الحيطان يحاول مرة أخرى التسديد، لكن الكرة ما تدخلش وتعود للنجم الراتسي. يلعبوا مرة عبادة ومرة عبادة، يوسف قدور، يوسف قدور يمررها لمحمد أمين المغربي، محمد أمين المغربي، وتخرج الكرة. ربي يظلي في الرجل متاع اللاعب محمد أمين المغربي، ثم تعود للنجم الساحلي. هذا مهدي السايح، مهدي السايح كرة لي عاطف ماوى، مهدي السايح مكرم يرجعها لمهدي السايح، ومحاولة وناجح، ناجح مكرم، عفوا مهدي السايح. اللاعب أمامنا هاي الإعادة، ينجح في تقليص الفارق 25-29. كرة عند النجم الراتسي، محاولة من أمين رزيق لكنه ما ينجحش، ترجع الكرة للنجم الساحلي. هذا عمر الموحلي، مهدي السايح، مهدي عفوا عمر الموحلي، لكن خاطئة وتمشي الكرة للنجم الراتسي. عمر الموحلي عفوا عمر عبادة يمررها بطبيعة الحال لزميله حسني الإلهي، يتحصل على خطأ هذا الأخير. هاو قدمنا الإعادة، الفرة الأولى غير ناجحة، الرمية الحرة الثانية ينجح هذه المرة حسن الدينائي. إذا النتيجة 25-30، 5 نقاط فارق بين الفريقين، ودائما التقدم للضيوف لعناصر النجم الراتسي أبناء الضاحية الجنوبية. تعود الكرة للنجم الساحلي، إذا عاطف ماوى مررها لعمر الموحلي، عمر الموحلي يبحث عن مساندة قدام يوسف قدور. مهدي يحاول التسديد لكن مرة أخرى ترجع الكرة لرضوان سليمان بعد استماتة من مهدي السايح. الكرة لعمر الموحلي، ودائما الإصرار من الجانبين، وهوني إصرار عمر الموحلي على التمسك بالكرة، على التمسك بالكرة. فما نقاش هوني مع الحكم من لاعبي النجم الساحلي والنجم الراتسي. هاي الإعادة قدامنا، كرة الحكم يقول تمشي لفريق النجم الراتسي، لكن هوني وقت مستقطع من الفريقين. هذه الإحصائيات قدامنا، الالتقاط الهجومي 4، الالتقاط الدفاعي 10، والأخطاء 9. الجماهير الموجودة في قاعة الأولمبية، هذه كذلك إحصائيات فريق النجم الساحلي. شوفوا الأخطاء 5، الالتقاط الدفاعي 12، والالتقاط الهجومي 1. إذا هوني عودة اللاعبين تقريبا إلى الميدان. شوفوا عناصر النجم الساحلي الراتسي عفوا دخلوا للميدان، هذو كذلك عناصر النجم الساحلي. هذا مساعد المدرب نبيل الحطاب، اذا الكره كما قلت ترجع لفريق النجم الساحلي الراتسي عفوا، وكما قال الحكم هذا عمر عبيده
عمر عبادة قدامه مهدي السايح، في الكرة للعباسي. العباسي ماذا يفعل؟ يحاول تسديد لكن قدامه إصرار عناصر النجم الساحلي على افتكاك الكرة. هذا مهدي السايح، عمر الموحلي، مكرم برمضان. ماذا يفعل مكرم برمضان؟ بي عليه الكرة، تمشي لي عناصر النجم الرادسي. هذا العباسي، لا عفوا، يوسف قدور، وينجح أو أمامنا يوسف قدور وينجح في تسجيل هذه السلة. 32 نقطة للنجم الرادسي في المقابل 25 نقطة للنجم الساحلي. إذا تعود الكرة للنجم الساحلي. هذا عمر الموحلي، يمشي لي مهدي السايح مع اللاعب وودز، ينجح وودز، ينجح على الجناح. إذا سلة ثلاثية لوودز لتقليص الفارق. تعود الكرة لأمين غزيك. هذا العباسي ثم عمر عبادة، لا غير ناجحة من عمر عبادة هذه التسديدة، وتخرج الكرة لصالح فريق النجم الساحلي. هذا مروان كشريت لاعب النجم الراتي، هذه الإعادة للاعب وودز. كرة عند عمر الموحلي ثم مهدي السايح، مرة أخرى تعود لعمر الموحلي. يحاول عمر وينجح تحت السلة. هذا أمام عمر الموحلي، يمشي الكرة لعمر عبادة. عمر عبادة قدامه مهدي السايح. عمر عبادة، أمين رزيق، لكن خاطئ وترجع مرة أخرى في يد عمر عبادة. يقول الحكم يقول خطأ لصالح النجم الراتي. هذا الخطأ الأول لعمر الموحلي. الكرة عند أمين رزيق، مروان كشريت. مروان كشريد، يوسف قدور. مروان كشريد يسدد، خاطئ، تلقى اللاعب عمر الموحلي في انتظارها. الكرة عند وودز، وودز يحاول التسديد. ونهاية الشوط الأول بنتيجة 29-32. هوني تفوق طبعا مبدئي للنجم الراتسي في انتظار الشوط الثاني. هذه أهم اللقطات وأجمل اللقطات في الفترة الأولى والثانية. إذا مرة أخرى هذه النتيجة، النجم الساحلي 29 النجم الراتسي 32. في انتظار، إذا كما قلت هذه هي نتيجة الشوط الأول، في انتظار العودة إلى الشوط الثاني. We'll be right back.
النادي الإفريقي يسافر للجزائر لملاقاة مولدية بجاية ضمن إيابة دور 16 من رابطة الأبطال الإفريقية، أسبقية بهدف للنادي الإفريقي في لقاء الذهاب في انتظار التأكيد وضمان التأهل في مباراة الإياب. دوري أبطال إفريقيا، مولدية بجاية الجزائري، النادي الإفريقي، 21 مارس الساعة 6 مساء مباشرة على الوطنية الأولى. إذن مشاهدينا، عودة مرة أخرى ونجد التحية، عودة إلى لقاء الدور النصف النهائي ذهاب اللي يجمع بين النجم الساحلي والنجم الراتي. نحب نقول ربيع مرحبا بيك، احكي لنا شنو صار، معناها ما وصلتش للقاعة الأولمبية متاع سوسة. صح، مرحبا بكم، مرحبا بكل مشاهدين قناة الوطنية الأولى وكل من سأل علينا. هو لما حال الأمور تخرج على نطاق التلفزة الحمد لله لاباس. هو صار حادث كما سمعوا التوانسه الكل، على اساس انقلاب شاحنه في طريق السياره، طريق السياره تونس سوسه، وتسكرت السيركيلاسيون تقريبا 5 سوايع. احنا خرجنا لكم من نص النهار، معناها مباراه 4:30، لكن وقفت العباد الكل 4:30. من حسن حظ عشاق الكره البرتقاليه انه اليونيتي نتاع سفاقس، يعني وحده تاج تلبس بسفاقس اللي تامن البث هذا، يعني خرجوا من سفاقس ما لقاوش مشكل باش يخلطوا، ما حبيناش نحرموكم. ما خلطناش بالطبيعه القاعه، كما الاف مؤلفه من السيارات اللي كانت في اتجاهات سفاقس وسوس وحمامات وغيرهم. على كل حال ان شاء الله لاباس، ان شاء الله حادث دون اضرار بشريه. كما قلنا انقلاب الشاحنه هذا اللي صار كما سمعوا توانسة الكل. على كل حال أعطيك صحة ألفة أنت. أكيد احنا موجودين في الموعد وحاولنا ننقل المباراة يعني حتى من استوديواتنا المركزية إلى أن أنت ترجع لنا زاد لاباس. رجعنا احنا 4:30 ومن بعد رجعنا لأنه الطرق مسكرة. نواصلوا خدمتنا، نواصلوا خدمتنا. أعطيك الصحة ألفة. مباراة نصف نهائي، بطولة منتظرة مشوقة، هذا من رزيق وهذا المدرب القادم إلى راد ستراتوس كوكوليكيديس، يوناني، تجربة يونانية. والإينيدي والجديد في المباراة هذه أنه الحوار ثنائي على دكة الاحتياط يوناني يوناني، يعني أول مرة نشوفوها في تونس، حوار يوناني يوناني. ديمتريس بابادوبولوس القادم إلى سوسة منذ تقريبا 2 أسبوع، وستراتوس كوكوليكيديس، هذا الحكم حاتم لانجر، أحد الثلاثي التحكيمي لهذه المباراة المهمة. عمر المحلي على الصورة، نجم الساحلي نجم الراتسي. نذكروا الإطار، نصف نهائي البطولة، سيري تتلعب على مبارتين ذهاب وإياب، وأسبقية القاعة للفريق اللي في الترتيب أحسن في البلايوف. النجم الساحلي كما الأول، النجم الراتسي كما الرابع، ياخذ أسبقية القاعة النجم الساحلي. تذكير بتشكيلة الفريقين، مستيري، بوزيد، نداري، بيتشو، مانجا، المحلي، بالرمضان، سايح، براع، ماوى، وودز، وسام بوعوينا، ورضوان سليمان، وغياب زياد التومي يتواصل للإصابة بالنسبة للنجم الراتسي. عبادة، قالولي، الإلهي، قاتور، كشريد، العباسي، ماجري، المغربي، ودوسلي، إسماعيل، بوعليك، ورزيق، ستراتوس كوكوليكيديس هو مدرب الرواتسية. قلنا شفتوا منذ تقريبا 3-4 مباريات نجم الراتسي يلعب دون أجانب، ما لقاش فما إضافة كبيرة ياسر على مستوى الأجانب، خير أنه يقحم القانوني وغيره الماجري من اللاعبية الشبان باش يعطيهم أكثر يمكن فرصة باش يحتكوا في المباراة هذه، ينتظرهم مستقبل كبير. نجم الساحلي نجم الراتسي في شوط أول كان حماسي، رغم أنه على مستوى السكورينغ، رغم أنه على مستوى تسجيل النقاط ما كانتش فترة أولى وثانية من طراز كبير، لكن يحسب لهذه المباراة التشويق الكبير كيف لا، وهي نصف نهائي البطولة. باش تتابعوا المباراتين على القنوات الوطنية إن شاء الله. اليوم هذا اللقاء نجم الساحلي نجم الراتسي، ثم غدا مباراة كيف كيف كبيرة النادي الإفريقي 6 نتاع العشية الاتحاد المونستيري، كيف كيف نفس الإطار، نصف نهائي البطولة ذهاب وإياب وأسبقية القاعة. بالنسبة للدوري نصف النهائي هما للنجم الساحلي وللنادي الافريقي. تشوفوا في سيرشيد لوكسونتيني، محمد حزالة وغيرهم من طاولة الميقاتيين، الكل ينتظر بداية الشوط الثاني من هذا الحوار المشوق، نصف نهائي البطولة الجيم 1 مباراة الأولى. أكيد ربيع كما قلت هذا في انتظار
انطلاق الشوط الثاني. نعاود نذكر بنتيجة الفترة الأولى 14-26 والتقدم للضيوف النجمرات يعني، والشوط الثانية والفترة الثانية انتهت لصالح كذلك الضيوف تقليص الفارق 29-32. هذا جانب من جماهير النجمة الساحلي أكيد. نصف نهائي البطولة يجلب الأنظار كيف اليوم في سوسة جماهير غفيرة، أكيد غدوة في الكوجالي كيف كيف مباراة كبيرة بين الفريق والاتحاد المنستيري، مباراة كبيرة خاصة الفريق اللي انهزم في نصف أربعة نهائي الكأس، يعني تقريبا ما يحبش يخرج من الموسم على بكري. حوار كبير بين الفريق والاتحاد المنستيري غدوة على القناة الوطنية الثانية 6 نتاع العشية في الأثناء، كيف كيف نصف نهائي البطولة الأول الجيم 1، حوار النجمين أنا نسميه بحكم عراقة الفريقين، بحكم النجوم اللي موجودة وبحكم حتى التسمية. مكرم برمضان 3 أخطاء شخصية على بكري، مكرم برمضان 3 أخطاء شخصية نظرا لقيمته في الراكيت، في الالتقاطات، في البيكاندرول، في اللعب الداخلي، في اللعب الهجومي. من رزيق خبرة مطلوبة بالنسبة للفريق والنجم الراتسي في مثل هذه المواعيد، دخول لعاطف ماوى معروف جوار بوانتور، اللاعب يسدد مليح من 3 نقاط 32-29، 3 نقاط أسبقية للضيوف، ضيوف مدينة سوسة النجم الراتسي على حساب النجم الساحلي. أكيد ربيع الكرة إذن في حوزة النجم الراتسي. هذا عمر عبادة أمامنا يمررها لمروان مغربي محمد أمين المغربي وينجح، ونشوف فرحة محمد أمين المغربي هاي الإعادة قدامنا. كان فما تأخير على مستوى التغطية الدفاعية من وودز، وكان فما تحرير على مستوى الجناح على الكورنر لمحمد أمين المغربي من الملاعبين المعروفين في البطولة التونسية في التسديد من 3 نقاط. والان عطف ماوى يسجل نقطتين من تيرا مي ديستونس من مسافه متوسطه، 5 نقاط عطف ماوى بدا يرجع للفورمه بشويه بشويه. عطف بعد اصابات بالجمله حرمته باش يكون موجود وياخذ برشا اوقات لعب في النجم الساحلي، قعد يسترجع في وقت لعبه. عطف ماوى واحد من الملاعبيه المعروفين والقدم برشا في البطوله التونسيه، 35-31 4 نقاط. نذكركم النجم الساحلي يفوز اليوم ثم يتحول لرادس 1-0، يفوز في رادس يتعدى للدور النهائي. النجم الراتسي يفوز اليوم يفك بقية القاعة بالنسبة لهذا الدور النهائي من النجم الساحلي، يعني تصبح في رصيده مباراة منتصر فيها، رتور في بلاده في رادس ينتصر يتعدى للنهائي. مباراة مشوقة ومن أهم المباريات بالنسبة للنجمين، النجم الراتسي والنجم الساحلي. ملاحظة مع بداية هذه الفترة الثالثة، نجاعة قصوى على مستوى التسديد المتوسط والمستوى التسديد من بعيد. على زوز محاولات النجم الراتسي سجل 1، على زوز محاولات سجل 2 النجم الساحلي. إذن الكرة في حوزة النجم الساحلي، هذا بعد نجاح عمر عبادة في تسجيل هذه السلة الثنائية. كرة عند مهدي السايح تمشي لوودز، هذا اللاعب الأجنبي الأمريكي. إذا وودز ماذا يفعل؟ يبحث عن مساندة، تمشي الكرة لمهدي السايح. رضوان سليمان يتوغل وينجح هذا اللاعب، ياخذ لاكورنيكوس فوتولفا، نعم ياخذ الخطأ ويسجل السلة. بداية فترة ثالثة متميزة كيف كيف رضوان سليمان، مباراة مشوقة 37-36. نذكركم نلعبوا السيمي فاينل نصف نهائي البطولة. في حوار جانبي مع أمين رزيق، 3 أخطاء شخصية لأمين رزيق، وهذا مهدي السايح وجماهير النجم الساحلي اللي كانت غفيرة كيف كيف الأسبوع الفارط في نصف أو ربع نهائي الكأس. كيف كيف أهمية قصوى لهذه المباراة تخلي جماهير الفرق كلها البيك فور أنا سميتهم ألفا، الأربعة الكبار اللي واصلين في نصف نهائي البطولة، فما البيك فور واحد آخر في نصف نهائي الكأس. تحية للملعب النابلي بشبابه وصل دور نصف النهائي، ترشح كيف كيف مترشح لدور نصف نهائي الكأس النجم الراتسي النجم الساحلي والاتحاد المنستيري. رياض الخلادي على الصورة ومعاهم هيكل القسنطيني في التحكيم، مروان كشريد، وهذا دخول بقوة، 3 أخطاء شخصية لمروان كشريد، فوت أوفونسيف، خطأ في الهجوم لمروان كشريد، يكلف فريقه بوسيسيون امتلاك وستراتوس كوكو لكيديس على الصورة. عطف ماوى ومحمد العباسي كيف كيف فما أهمية قصوى في اللعب في الراكيت الداخل، مسؤولية كبيرة لمكرم بن رمضان لرضوان سليمان. الآن يلعب السمول بول الآن نجم الساحلي دون لعب ارتكاز ودون لعب بوست كات كلاسيك، لا بوست كات لا بوست سانك، يعني يلعب تقريبا 5 ملاعبية
بين مراكز واحد واثنين وثلاثة، إذا اعتبرنا أنه رضوان سليمان المركز الأصلي متاعه هو مركز ثلاثة أساسا، يلعب السمول بول، يحب يلعب أكثر السرعة، التسديد من بعيد، النجم الساحلي دون سنتر كلاسيكي. وودز عمل لقاء كبير ضد النادي الإفريقي في الكأس منذ أسبوع كيف كيف، ونقطة فارق 37-36 وامتلاك للنجم الراتسي. كرة للعباسي، بوستاب واحد ضد واحد مع رضوان سليمان، يدور ويسدد وينجح. فترة ثالثة فيها قلنا نجاعة على مستوى الإحصائيات للفريقين، فريقين يدوروا في 70-75%، فما تركيز كبير في هذه الفترة الثالثة. كرة نجم الساحلي عمر الموحلي، تبع فيه عمر بوعلاق يخرج للكرون عطف ماوى، لا عمر الموحلي يقول تعدى، ياخذ الكرون تاع رضوان سليمان، يحرر وودز أمامه المروكي. وودز حش برشا وقت في الهجوم، يحاول يمر وحده، وودز يكمل الدرايف ويسجل. جيوفوني وودز امريكي النجم الساحلي يعمل في لقاءات كبيره، 7 نقاط الى حد الان، نقطه فارق 39-38. مرحبا بكم في نصف نهائي البطوله، الجيم 1 المباراه الاولى، نقطه فارق للفريق الضيف النجم الراتسي. مركز في المباراه اليوم النجم الراتسي، عمل دفاع جيد. عمر بوعلاق بالكورنر اوبن شات وحده من غير مشكل، محمد العباسي يعمل روبون ثم يعاود ياخذ الكره الثانيه. تعرف ولفا تلعب السمول بول، ضحي بالالتقاطات، ما عادش عندك اللاعبين بوست 5 طويل يعملوا الالتقاط. على هذاك شفنا مرتين النجم الراتسي ياخذ الكره الثانيه تحت سله النجم الراتسي، وعلى هذاك فما التميره الحاسمه من عمر عباده في اتجاه محمد العباسي في الركات الداخل، لانه شوفوا الميزماتش كان موجود الموحلي مع العباسي، الميزماتش هذا الفارق في طول القامه، يستغلوا ديما لاعب الارتكاز باش ياخذ لاسوندون في الركات داخل المنطقه، وهذاك اللي يلعب عليه قاعد النجم الراتسي الى حد الان. 41-38 مهدي السايح جرب حظه من 3 نقاط وما ينجمش. أكيد الفارق تقلص ربيع، يعني وصل إلى 12 نقطة، وتوا نشوفوا معناها بلغ زادة نقطة واحدة أو حتى 3 نقاط، يعني أصبح فما هوني تجاوب، نقولوا احنا من عناصر النجم الساحلي وحاولوا في سعي يحاولوا ما يخليوش النجم الراتسي ياخذ أسبقية كبيرة. نعم، إذا الكرة في حوزة النجم الراتسي، محاولة من العباسي وينجح. نجم الراتسي يعمل في شوط ثاني ممتاز على مستوى اللعب الداخلي، وقت الركز لعبه في المنطقة الداخل مع محمد العباسي، قلنا لغياب سنتر كلاسيكي موجود في اللحظات هذيا، كل هجومات لي بوسيسيون كل تاع نجم الراتسي يفاول داخل لمحاولة ربح طول القامة مع محمد العباسي اللي هو نعرفوه لاعب ارتكاز خطأ لفيت النجم الساحلي. تحصل عليه اللاعب وودز أظن النجم الساحلي، هذا محمد العباسي، الخطأ الثالث لمحمد العباسي من النجم الراتسي. 3 أخطاء للعباسي، 3 أخطاء لرزيق، مشاكل تتواصل على مستوى الرصيد الشخصي للأخطاء بالنسبة للنجم الراتسي مع لاعبيه الارتكاز. وودز رميتين، كل الرميات تصبح مهمة الآن للفريقين في حوار النجوم اليوم، نجم الساحلي نجم الراتسي في الجيم 1 في المباراة الأولى. لمن الانتصار؟ مباراة أولى عندها أهمية كبيرة، لأنه إذا صاحب القاعة يفوز عنده جوكر يمشي يتحول للراتس مرتاح نفسانيا، مرتاح ومعنويا. إذا نجم الراتسي يفوز في سوسة فإنه يفك الأفونتاج نتاع القاعة للنجم الساحلي، واصبح مصيره بين يديه تقريبا في قاعته. تعرفوا في صورة التساوي في الانتصارات يتم الالتجاء لمباراة ثالثة وفاصلة. إذا الكرة عند عمر عبادة، عمر عبادة حب يمرها لأحمد السلماعلي لكن ترجع للاعب يوسف قدور، محاولة منه. الكرة مرة أخرى عند يعني الحكم يقول تعود لفريق النجم الساحلي. حاول تسديد من بعيد بعد دخول مكرم برمضان في الراكيت، تغطية على العباسي أو السماعلي الآن، لكن اللي خلى النجم الراتسي يرجع يسدد من بعيد. أحمد السماعلي، يوسف قدور، ثم التسديد من 3 نقاط، سجلش المتابعة، روبون يعمل رضوان سليمان على طريقته بيد واحدة. مهدي السايح كصانع لعب الآن 43-40، لقاء مشوق حماسي صحيح على مستوى تسجيل نقاط وسكورينغ، نتيجة طايحة شوية 43-40 لكن مشوقة جدا ورهان كبير، يمكن أهم مباراة في الموسم إلى حد الآن للنجمين. كيف غدوة الإفريقي واتحاد المنستيري، هذم المباريات اللي تلعبوا عليهم موسم كامل.
مكرم برمضان العائد إلى جوهرة الساحل، فريق النجم الساحلي بعد تجارب في إسبانيا في مصر، يرجع قلنا في مناسبة سابقة مع حمدي برا لتعزيز الصفوف. 43 40 ثلاث نقاط وخطأ لفايت مكرم برمضان. هذه الرمية الحرة يحاول سددها مكرم برمضان وينجح في انتظار تسديد الرمية الحرة الثانية. ما يسجلش الثانية مكرم برمضان. 43-41 مباراة تكتيكية دفاعية اليوم، رغم أنه كرة السلة اليونانية نعرفوها أكثر تمشي للأتاك تمشي للأوفنسيف تمشي للهجومات، لكن طبيعة الرهان اليوم قلنا مباراة أهم مباراة في الموسم للفريقين، تخلي الحسابات التكتيكية وتخلي الدفاع يطغى على الملاعبية، وقت الدفاع يطغى على الملاعبية وقت تفكر برشا في الدفاع يمكن ساعات الهجوم ما يتبعش لأنك ماكش مرتاح، تحب تفك الكرة تحب تعمل تكون موجود على الكرات الكل في الدفاع، يمكن ذاك يخلي شوية ارتباك في الهجوم وتنقص النجاعة الهجومية، يعني التركيز الأكثر يكون على الدفاع على القطع يعني الهجوم المنافس أكثر من التسجيل. مش راحة معناها الإنسان ديما اللاعبين يبحثوا على النتيجة أهم الأمور الفنية على الميدان. ينجح سكة رضوان سليمان الكورنر الأيمن على الصورة، 13 نقطة لرضوان سليمان. كان فما رونفيرسمون من اليسار لليمين، كان متحرر أقرب لاعب كان عمر بوعلاق على بعد 4 أمتار، كان مخر شوية وقتل رضوان سليمان يلقى روحه في أوبن شات إحصائياته عالية وأسبقية، لأن النجم الساحلي يعمل الكامباك يرجع وياخذ نقطة فارق في قاعته. يوسف قدور يجرب بثلاثة، ثم موجود رضوان أو موجود مكرم برمضان في مهام الالتقاط. دقيقتين وخمسين ثانية على نهاية الفترة الثالثة وأول أسبقية هذه ربيع يحققها النجم الساحلي اليوم في مباراة دور النصف النهائي. هذه نصف نهائي البطولة حصرين على الوطنية الأولى، النجم الساحلي النجم الراتسي نقطة فارق النجم الساحلي. التسديد موحلي، كيف موحلي في لقاء كأس النادي الأفريقي عمل لقاء كبير، خطأ لفايت النجم الساحلي، نقطة فارق 44-43. كان امامه السماعلي، موحلي هز راسه وخزر لقى اقرب مدافع على زوز امتار، خذ المسؤوليه وطلع باش يسدد من ثلاثة نقاط. جماهير النجم الساحلي وود مكرم برمضان عمر موحلي على الصوره وراهم حاتم لانجر الكل هنا، والفرجه الفرجه في سوسه اليوم. النجم الساحلي النجم الراتسي نصف نهائي البطوله، اهم اللقاءات في الموسم تتلعب ذهاب واياب. النجم الساحلي النجم الراتسي غدوه ان شاء الله 6 تاع العشيه لقاء كبير ومنتظر النادي الافريقي الاتحاد المنستيري، ثم السبت القادم زوز مباريات. النجم الراتسي يستقبل النجم الساحلي في لقاء العوده، والاتحاد المنستيري في قاعته يستقبل النادي الافريقي نهار السبت زوز مباريات هذم. وودز الخطا ضد امريكي النجم الساحلي، 3 نقاط مروكي وودز يحكيو وبرانسيب بالانجليزي يحكيو باش نجم يفهم وودز اكيد ربيع. يرجع امين رزيق بثلاث اخطاء شخصيه، امين رزيق يلعب الهجوم في الدفاع، نتصور امين رزيق مش عم برشا مخاطره، خاف من الرابعه على بكري، كره لعمر بوعلاق يسدد من خط الرميه الحره وما يسجلش ويعمل روبون عمر الموحي. هذا مهدي السياح في حوزه الكره، مهدي السايح يبحث عن المساندة، تمشي لي مرة أخرى مهدي السايح، عمر الموحلي، عمر الموحلي قدامه عمر عبادة، مررها لمهدي السايح رضوان سليمان وينجح ينجح تحت السلة رضوان سليمان ويسجل النقطة 48. 15 نقطة لرضوان سليمان، الأسيست كان من مهدي السايح، كان في مرحلة أولى البحث على الماليوب. ومدرب النجم الساحلي سيدي عزز المنطقة ويقحم معز المستيري، لاعب طويل لاعب ارتكاز سنتر كلاسيكي، شافوا فما ثغرات في النجم الساحلي على مستوى اللعب الداخلي، عزز اللعب الداخلي كما قلنا بإرجاع مكرم برمضان وبإقحام معز المستيري. أمين رزيق يلعب مع الماروكي محمد أمين المغربي مع هوتس، ثم مروان كشريت يخرج عليه الموحلي،
تمشي الكرة لمحمد العباسي من مسافة متوسطة، يسدد ثم يعمل روبون، ثم مقطوعة من معز المستيري. 48-43، خمس نقاط أسبقية ومعهم امتلاك قبل دقيقة و24 ثانية من نهاية الفترة الثالثة. ثنائيات اليوم كبيرة بين عبادة ومهدي سايح، هما الاثنين لاعبي بلاي ميكر، اثنين يصنعوا اللعب في المنتخب الوطني التونسي، لي مونور تاع المنتخب التونسي. وودز ينجح في الدرايف، يسجل 11 نقطة إلى حد الآن ويربح الخطأ، فاول خطأ كان معلن ضد ماروكي يبدو. والتايم اوت وقت مستقطع بطلب من ستراتوس كوكو ليكيديس بعد الرجوع النجم الساحلي في النتيجة وأخذ أسبقية تقريبا 7 نقاط إلى حد الآن. هذا بنك النجم الراتسي، قلنا في مباراة حلوة مشوقة، جماهير غفيرة. هذو إحصائيات 3 نقاط، 53% و41% بالنسبة للثلاث نقاط الرميات الحرة ولا أخطاء. التقاطات الدفاعية 20 للنجم الساحلي، فما تفوق في التقاطات الدفاعية للنجم الساحلي وتفوق في الدوزيام بال في الهجوم في الالتقاطات الهجومية بالنسبة للنجم الراتسي. وهذم التوب سكورر، أفضل مسجلي نقاط في المباراة إلى حد الآن، وهذم أفضل ملتقيتي كرات. تايم أوت دقيقتين، فاول دقيقتين، وترجع الآن الكرة بامتلاك جديد جانب من الحضور في قاعة سوسة الأولمبية. شوفوا على اليسار مدام مكني مغرومة برشا، كيف كيف نحيوها المدام. وهذه جماهير النجم الساحلي كيف كيف تنتظروا، جماهير كبيرة في رادس لعلمين والد محمد أمين المغربي في العلمين في أقصى الصورة كيف كيف، وتنتظركم مباراة عودة كيف كيف في رادس بأجواء كبيرة ياسر. وهذا السوبر بلاي أوف علاش تحبوه على القنوات الوطنية، لأنه كل القاعات وكل المباريات تلفت تلعبها كيشي فرمي، وهذا مش موجود في برشا رياضات في تونس. كل المباريات خاصة المهمة في نصف نهائي تتلعب كيشي فرمي، يعني كل التذاكر تكون تقصت. ولاع كبير بالباسكيت في هذه الفرق اللي تأثث المربع الذهبي، النجم الساحلي، النجم الراتسي، ومهم الجماهير والمنستير في مباريات كيما هكا ادوار نهائيه اكيد. معز المستيري، عمر الموحلي، سنوات في النجم الساحلي، عمر الموحلي اداء مستقر. محمد العباسي ننتظر منه الكثير في المنتخب الوطني التونسي تي كيو او الدوره الترشيحيه للالعاب الاولمبيه، امور صعيبه صحيح على المنتخب التونسي لكن لازم نعملوا باسكيت يشرفنا. كرة للنجم الراتسي مروان كشريد، خطأ خطأ، تبقى الكرة للنجم الراتسي، خطأ ضد معز المستيري. على الصورة معز المستيري طول قامة فارع، حركية كبيرة لكن مش ياخذ في طونتو كبير. معز المستيري في وجود بيتشو مانجا ومكرم بن رمضان وحمدي براع، معز المستيري مش ياخذ في برشا وقت. تفضل. حبيت نقول امين رزيق ما كانش ناجح في الرميه الحره الاولى، في انتظار الرميه الحره الثانيه. المره هذه وقع عليه الخطا امين رزيق، وينجح هذه المره. والتقدم دائما لفريق النجم الساحلي 50-44، هذا امام امين رزيق. اذا الكره في حوزه النجم الساحلي، هذا مهدي سايح. مهدي السايح قدام عمر عبادة، عفوا مهدي السايح، رضوان سليمان دائما قدام عمر عبادة، تمشي لمهدي السايح، حاول التسديد وخطأ، ترجع مرة أخرى لشكون؟ لعمر عبادة، وهجوم معاكس. ينجح يوسف قدور في تسديد هذه السلة وفي تسجيل هذه السلة، إذا لتقليص الفارق 50-46. تعود الكرة للنجم الساحلي، هذا اللاعب زالوا 3 ثواني ألفا أكيد على نهاية الفترة الثالثة، التسديد مع البزر وما يسجلش. هذا مدرب النجم الراتسي ستراتوس كوكو ليكيديس منذ شهر ونصف في رادس. نهاية الفترة الثالثة، رجوع نسبي في النتيجه للنجم الراتسي. مباراه التقلبات، مباراه اروبونديسمون بلغه كره السله، يعني النتيجه ما تستقرش تقريبا مده كبيره، خاصه في الشوط الثاني تسابق وتلاحق.
بين النجم الساحلي والنجم الراتسي مع أربعة. حتشيمة تلعب كل السيناريوهات ممكنة في هذا الحوار، حوار النجوم نجم الساحلي نجم الراتسي في نصف نهائي البطولة، في مباراة ضغط فيها أكثر عن نجم الساحلي لأنه هو يستقبل في قاعته وعنده أسبقية القاعة، يعني محبش يخسر أسبقية القاعة. نجم الراتسي ما زالت تنتظر مباراة في قاعته في رادس، بعد تصبح الضغط للفريق اللي يستقبل في رادس يعني نجم الراتسي. هذم الاستاتيستيك الاحصائيات، 41% نجم الراتسي نسبه محترمه جدا من 3 نقاط، فريق يدور في 38%. يمكن هوني مشكل نجم الراتسي في التسديدات من المسافات المتوسطه والتوغلات والكرات الثانيه، 38% تعتبر نسبه ضعيفه شويه بالنسبه للنجم الراتسي. في النقطتين بالنسبه خير من نجم الراتسي لكن ضعيفة بدورها في النجم الساحلي، نقطتين فريق الدور في 45% لكن عنده نسبة محترمة جدا في 3 نقاط، 50% ألفة في الباسكيت في الريوسيت من 3 نقاط تعتبر نسبة طيبة كبيرة ياسر، حتى أكثر حتى شوية من نسبة طيبة، لأنه الفريق الجيد لإمكانياته اللي ينجح بين 35-40 في 3 نقاط، لكن من 50 وانت طالع تعتبر يعتبر فريق محترم جدا، يعتبر ناجح لأنه توتي ريلاتيف راهو بالنسبة للتسديدات من 3 نقاط ما فماش ألفة حاجة يعني بديهية، يعني ملاعبي عنده إحصائيات متيحش عليهم، أنت والفورمة متاع النهار، أنت والدفاع، أنت ملاعبي اللي دافع عليك، أنت وحالتك النفسية وغيرهم، هذوما يدخلوا البارامتر الكل في النجاح وفي الاستاتيستيك وفي الإحصائيات عند التسديد من خاصة من المسافات البعيدة، 50-46 4 نقاط يعني على بعد امتلاكين. النجم الراتسي عنده الامتلاك الآن، تمشي كرة للسماعلي لاعب ارتكازي جرب من 3 نقاط، ثم المتابعة من عمر عبيدة يعمل الروبون، تبقى الكرة في حوار بين أمين رزيق ورضوان سليمان والجرينتا من الملاعبية زوز، تخلي أنه كل فريق يلعب الكرات للآخر. تلعب نصف نهائي البطولة يعني تلعب في موسم كامل تقريبا في مباراة اليوم، على هذاك تشوفوا في جرينتا كبيرة من الفريقين على كل فوت على كل رمية حرة على كل وضعية دفاعية تلقى في الملاعبية ألفا كأنهم يلعبوا في ماني تايم، كأنهم يلعبوا في الدقائق الأخرى. على إيش؟ لأنك تلعب في مباراة الموسم، تلعب في سيمي فاينل البطولة، مهمة للفريقين المباراة هذه، الفرصة ما يحبش يضيعها فريق النجم الساحلي، فرصة أنه يمتلك القاعة. والنجم الراتسي يعني كان في شوط أول متحصل على الأسبقية أو تمكن من أنه يحقق أسبقية، هذاك علاش معناها ونشوفه في النتيجة متقاربة، فما إمكانية أنه يفوز وربما يمشي بأكثر راحة، يلعب نهار السبت بأكثر راحة أمام النجم الساحلي في قاعته. إذا دخول بيتشو مانجا 2.09 كونغولي النجم الساحلي، كان يلعب في حلق الواد عم ناول، يلعب بكرم وبيتشو مانجا الان مدرب النجم الساحلي. ديمتريس بابادوبولوس يحاول يسيطر داخل المنطقه، 50-46 9 دقائق على نهايه المباراه. مروان كشريت كبلاي ميكر يلعب مع عمر عبيده، حاول يتعدى يمشي للدرايف ياخذ الخطا، كان تحسر على الكره الاخرى عمر عبيده حب يسجلها وياخذ معها الفاول، لكن يكتفي بالخطا عمر عبيده، وهذا الخطا لي فايت النجم الراتسي ويخليه يسدد 2 رميات حره. وتعرفوا في قوانين الباسكيت وقت تكون اونجاجي ويصير عليك الخطا وانت في طريق السله تسدد مرتين، اذا تسجلها تسدد مره واحده، واذا يصير الخطا وانت ماكش اونجاجي ماشي للسله فانك تاخذ روميزون جو عاديه، لكن اذا الفريق نتاعك ارتكب 5 اخطاء جماعيه فانك وقتها فقط تسجل من تسدد مرتين. للتوضيح لاكثر عمر عبيده يعاود ياخذ الكره الثانيه، نجم الراتسي يلعب بدوزارير الان نجم الراتسي، مروان كشريد وعمر عبيده يخرج للكرون العباسي، البيك اندرول توصل لمحمد العباسي، استقبال سيء يخسر بوسيسيون نجم الراتسي. نجح في عديد الوضعيات نجم الراتسي خاصه في اللقاء منذ اسبوعين لهنا في اطار البلاي اوف، وقت لعب البيك اندرول مروان كشريد او عبيده مع العباسي في كل مره يعمل الكرون ويدور يطلب الكره لداخل فانه يخلق مشاكل بالنسبه للنجم الساحلي. المره هذه كان استقبال سيء للكره، 50-47 كره لعمر عبيده، عمر الموحلي تمشي المهدي السايح يخرج عليه يوسف قدور، توصل بيتشو مانجا يمشي للتغطيه السماعلي سدد مانجا ما يسجلش، موجود السماعلي في الالتقاط يلعب الكره الاولى بسرعه مع مروان كشريت، ثم تمشي العباده، ريبلي ديفونسيف كان سريع من النجم الساحلي،
كرة عند عمر عبادة، يمررها ليوسف قدور وأمين رزيق يحاول، لكن الكرة تعود للنجم الساحلي هذا إبراهيم النداري، ثم تمشي الكرة لعمر المحلي. إبراهيم النداري، مهدي سايح، مهدي سايح، رضوان سليمان يسدد وما ينجحش. تلقى الكرة من بيتشو مانجا، عمل روبون من غير ما نقز بيتشو مانجا، مترو تسعة، فاول خطأ عملاق هذا اللاعب بيتشو مانجا، خوش برشا وقت لعب قلنا مع مكرم وحمدي في نجم الساحلي، لكن عند دخوله جوستومون هكا تشوف يخرج مانجا يدخل مكرم برمضان، مهامه أكثر يرتح على حمدي برا ومكرم برمضان بيتشو مانجا أكثر من أنه اللاعب فاعل. ربيعة حمدي براع تقريبا مصاب، عنده إصابة تقلق فيه منذ مدة، ونذكروا كيف كيف أنه النجم الساحلي منقوص من زيادة تومي، كانت عنده إصابة على مستوى المرفق، عرض لها في مباراة ملعب النابلي، يعطيك الصحة. إذن الكرة عند النجم الراتسي، لكن الحكم يقول هوني فما خطأ. مسؤولية كبيرة للحكام في مثل هذه المباريات، أربعة أخطاء لعمر المحلي، وضعية جديدة كيفاش تعمل معها مدرب النجم ديمتريس بابا دوبولوس، رصيد بشري ثري في الفريقين الأمانة. عباسي ينجح يسجل، محمد العباسي النقطة الثامنة في رصيده الشخصي، ويقلص الفرق إلى مستوى سلبي نقطة. ما هذه المباراة، ما هذه المباراة، نقطة فارق، سبعة دقائق 50-49 نلعب ذهاب نصف نهائي البطولة. هذا مكرم برمضان تحت السلة يحاول التخلص يعني من المدافعين تاع النجم، يبدو الخطأ الرابع ضد أمين رزيق، يبدو ضد العباسي أو رزيق، تنشوفوا الإشارة تاع الحكم باش نعرفوا الخطأ ضد شكون. يرتاح عمر المحلي، الرابعة للعباسي، وكسوا رزيق والعباسي وخطأ الرابع، خطأ رابع أكيد واحد منهم، ما عرفش باش يخرج يرتح واحد منهم ولا الان مدرب النجم الراتسي كون يستحفظ بالعباسي للماني تايم. هذا مكرم برمضان في تنفيذ الرميه الحره، سدد وينجح مكرم لتعميق الفارق بنقطه اخرى 51-49. هذه الرميه الحره الثانيه، سدد مكرم وينجح كذلك. 52-49، ثلاث نقاط تسبقيه للنجم الساحلي في مباراه متعادله ما تلعب فيها حتى شيء الى حدود دقيقتها السابعه. تشويق كبير، شوفوا كيفاش يخرج على دفاع عالي مهدي السايح على مروان كشريد، يرتاح العباسي، استحفظ عليه مدربه ستراتوس للماني تايم الدقائق الاخيره. مروان كشريد جرب حظه من الثلاث نقاط، ثم يعاود ياخذ الكره الثانيه، ياخذ برشا كره ثانيه النجم الراتسي تحت سله النجم الساحلي، 14 ثانيه الان جديده. خطا، غضب كبير من ابراهيم النداري، معروف بخصاله الدفاعيه النداري، احتجاج يبدو خطا فن لفايت النجم الراتسي امامنا، غضب نداري، ثلاث اخطاء شخصيه، حوار بن لانجر ورضوان سليمان. قيمه المباراه ورهانها خلي ملاعبيه الفريقين على اعصابهم شويه، يلعبوا الكرات الكل للاخر، كل ملاعبي يحاول يعمل دفاع دون اخطاء، والخطا الفني ضد النجم الساحلي اللي فايت النجم الراتسي. 6 دقائق و49 ثانية في هذا اللقاء المتقدم نصف نهائي البطولة. وإعادة للخطأ الأخير، هذا محمد أمين المغربي سدد الرمية الثانية وينجح فيها، وينجح كذلك. 52-51 إمكانية تعديل النتيجة من محمد أمين المغربي، يسدد الرمية ويسجل كيف كيف.
كما قلت ربيع، اذا هوني التعديل 52-52 ويبقى الامتلاك النجم الراتي اللي طبيعه الخطا تتعاود مباراه من جديد بعد باخذ النجم الراتي نتيجه في فتره طويله، ثم رجوع كان باك من نجم الساحلي عاود ياخذ 5 نقاط 7 نقاط وصل الخلاف في هذا الشوط الثاني نجم الساحلي، يعني عاود يرجع في النتيجه النجم الراتي في مباراه التقلبات مباراه التشويق مباراه الفرجه 52-52 6 دقائق و44 ثانية نصف نهائي البطولة الجيم 1 اللقاء الأول ذهاب نصف النهائي في سوسة الإياب في رادس الأسبوع القادم نهار السبت. برشا تقطع لعب في مباراة اليوم، برشا أخطاء أكيد كي تكون مباراة دفاعية والنتيجة مهمة بالنسبة للفريقين، أكيد باش نلقاو برشا تقطع لعب وبرشا أخطاء، تكثر الأخطاء على الميدان. الكرة في حوزة النجم الراتي، هذا مروان كشريد يمررها لأحمد السماعلي، حاول يسدد وما ينجحش. لشكون تمشي الكرة؟ تمشي النجم الساحلي، هذا ما يقول الحكم. كان حوار الالتقاطات بين السكة وأمين، سنوات وسنوات في المنتخب التونسي مع بعضهم، رضوان سليمان وأمين رزيق يلعبوا على الكرة الأخيرة، يبدو خطأ ضد رضوان سليمان. هي كان اعلان البوزيسيون اللي فات النجم الساحلي لهنا، بعد امين رزيق يطلب البوزيسيون هكا يقولوا والله كره عنا على اليمين، ومن بعد ما نعرفش شنو صار بالضبط باش يحتاج رضوان سليمان، يبدو خطا معلن من بعد ضد رضوان سليمان. في لقاء مهم، تايم اوت، وقت مستقطع جاء في وقته للفريقين باش كل مدرب يهدي الملاعبيه باش ما ياخذولوش اخطاء، تعرفوا قيمه الاخطاء في مثل هذه المباريات اللي عندها رهان كبير، والمكان نهائي للبطوله. عملناه ما لعبوش نصف نهائي ضد بعضهم، عملناه نذكر النجم الراتي استقبل الاتحاد المنستيري والنجم الساحلي استقبل النادي الافريقي. اليوم العكس تقريبا، النجم الساحلي يستقبل النجم الراتي في نصف نهائي البطوله، والافريقي يستقبل الاتحاد المنستيري. هذا البروجرام لزافيش تاع نصف نهائي البطوله. هذو احصائيات خاصه بالنجم الراتي، وهذا النجم الساحلي واحصائيات النجم الساحلي قبل دقائق من نهايه هذا الحوار المشوق. برشا تقطع لعب لا محاله، لكن نتفهموا شويه، اللاعبين الكل على اعصابها، اهم مباراه في الموسم. تعرف الفه في الاخر من بعد انك تكمل لول مثلا كما النجم الساحلي، هو الامتياز الكل في اسبقيه القاع، يعني في الاخر تكمل لول تاع البلاي اوف تاخذ نقطه تاع الحافز، من بعد ترشح بلاي اوف الاولاني، في الاخر باش تاخذ كل اسبقيه القاع، وتعرف اذا النجم الراتي اليوم فاز على النجم الساحلي فانه النجم الساحلي بين ظفرين يخسر اسبقيه القاع. على هذاك يمكن نشوفوا في الرهان كبير ياسر، ونشوفوا في الملاعبين على اعصابهم من هنا ومن هنا، النجم الراتي كيف كيف يقول لك انا ما عنديش لافونتاج تاع القاع، لازم نلعب مباراه اليوم كانها نهائي البطوله. اليوم راهو حكايه مصيريه ربيع، هو اليوم يعني بالمعنى الرياضي اكيد معناه يقول لك اليوم يزمني نربح في قاعتي النجم الساحلي. والنجم الراتي يعمل في مباراة كبيرة وتشويق كبير، وهذا لمصلحة المشاهد على القناة الوطنية الأولى. 52-52 6 دقائق و22 ثانية، كرة لعمر عبادة مع النديري، يعمل الكرون سماعلي، يطلب كرة لداخل سماعلي ما ياخذهاش، يستحفظ عليها عمر عبادة قبل بعض الثواني، حاول يمرر الكرة لمحمد أمين المغربي، فما ستيل قطع الكرة الانترسبسيون اللي فات النجم الساحلي من مهدي السايح، كرة للموحلي، ثم جوفوني وودز يلعب مع مهدي السايح، تبع في مروان كشريت، تمشي للنديري يطلب كرة بوستاب، واحد ضد واحد بالظهر مكرم برمضان والسماعلي، نفس اللاعب نفس طول القامه، يسجل مكرم برمضان، يعطي اسبقيه نقطتين واسبقيه امتلاك للنجم الساحلي قبل 5 دقائق و45 ثانية من نهايه المباراه. السله الاخيره اللي فاتت النجم الساحلي تساوي اسبقيه نقطتين في حوار النجمين. محمد امين المغربي وصل كره لداخل، امين رزيق يحاول مع مكرم برمضان ما سجلش، ياخذ وودس الامريكي الكره كبلاي ميكر كصانع لعب. 5 دقائق و29 ثانية، عطف ماوى، وودز، مهدي السايح، يتومبوريزي ياخذ وقته، فريق النجم الساحلي يحاول يمشي لل 24 سكوند ل 24 ثانية، يخرج لبرا يديكروشي مكرم بن رمضان وياخذ الخطأ. خطأ ضد أحمد السماعلي على الصورة، حوارات ثنائية كبيرة، السماعلي ومكرم بن رمضان،
هذا الخطا الثاني اللي حدث سماعلي وعبيده، ثاني اخطاء سماعلي. نقطتين، كل السيناريوهات ممكنه في نصف نهائي البطوله. اذا الكره عند مهدي السايح، يعني تعود لحوزه النجم الساحلي. مكرم برمضان، فما سقوط للاعب وود، وفما خطأ ضد النجم الراتي. مروان كشريد يرفض على ما اظن هذا الخطأ، وقاعد يناقش في الحكم. هاي الإعادة على الصورة، هو العباسي خطأ معلن ضد العباسي، العباسي والخطأ الخامس ومغادرة الميدان. اكيد خامس اخطاء العباسي، اولى استنتجت هذه المباراة خروج واحد من افضل الملاعبين في رادس للخطأ الشخصي الخامس في وقت حساس على ابواب ماني تايم، يخسر واحد من ليزاتو نتاعو النجم الراتسي قبل خمسة دقائق من نهاية المباراة. 55-52 في نصف نهائي البطولة، نذكركم هذا نصف النهائي الأول. نصف النهائي الثاني غدوة إن شاء الله 6 تاع العشاء، لقاء كبير في الجرجاني لإفريقيا الاتحاد المونستيري، 6 تاع العشاء تنجموا تتابعوها الوطنية الثانية. مهدي سايح يخرج على كامل الميدان معه عمر عبيدة، وصل كرة العطف ماوى، يبحث عن التسديد من بعيد وينجح عطف ماوى، لاعبي مختص، لاعبي بوينتور معروف من ليغاشيت في النجم الساحلي، يتلعبوا عليه للسيستم الكل لتحريره. يوسف قدور كان مأخر شوية في التغطية الدفاعية، هذاك اللي استغلوا عطف ماوى وينجح في الثلاثية، ثلاثية مهمة. وقت مستقطع، من رزيق يطلب من صحابه الهدوء، يطلب منهم انهم يهديوا اعصابهم، انهم ما يدخلوش في التسرع. وهذا محصيات النجم الساحلي، رجع لل 50% من ثلاث نقاط بعد التسديده الاخرى لعطف ماوى. عاود طلع في ستاتيستيك النجم الساحلي ال 50%، لكن مازال طايح شويه في النقطتين، 43% و22 التقاط دفاعي كامل بالنسبه للنجم الساحلي. هذا من الستاتيستيك نتاع ليتوال نتاع النجم الساحلي. بعد شويه نشوفوا الستات نتاع النجم الراتسي ضيف مدينه سوسه في السيمي فاينل جيم 1 اللقاء الاول. كل المباريات باش تلعب في نهايه اسبوع، فماش مباريات نهار اربعه. 37% من الثلاث نقاط بالنسبه للنجم الراتسي و35% من النقطتين، هذا احصائيات النجم الراتسي. الاعاده قدمنا الكره الاخيره لعاطف ماوى، الرميه الاخيره رميه ثلاثه نقاط لعاطف ماوى. هذا جمهور النجم الراتسي، بلا كنا نشوفوا في جمهور النجم الساحلي كذلك. هذا جانب من المنصه الشرفيه. متعادله النتيجه تقريبا، مسبقيه من هنا وهنا، ثلاثيه اخيره تعطي مسبقيه سته نقاط للنجم الساحلي وامتلاك النجم الراتسي. كالعاده عمر عبيده في مهام صنع اللعب، تبع فيه النداري، عبيده امامه النداري، ياخذ وقته النجم الراتسي. تنشوف السيستيم على شكون يوفى، على يوسف قدور من ثلاث نقاط ينجح، هو اللي كان في وضعيه دفاعيه قبيله على عطف ماوى، كان سجل له عطف ماوى الثلاثيه. المره هذه مكرم برمضان كان هو روتار شويه على يوسف قدور، ملاعبيه في اللونيفو هذا تقريبا كي تخلي لهم روتار تاع ثلاث ثواني يطلع يسدد من بعيد وينجح. 58-55 ماني تايم، ثلاث نقاط لفات النجم الساحلي معهم امتلاك الخطا اللي فات النداري. ابراهيم النداري يعمل درايف، يمشي الى تاك لو باني، يحاول يتعدى ويربح الخطا. اربع اخطاء شخصيه ليمين رزيق، يسدد الاولى وينجح النداري. وينجح في الثانيه. عبيدة عمر عبيدة، مروان كشريد مع مهدي السايح، يخرج الكرو من رزيق ثم يسدد مروان كشريد، ما يسجلش، موجود مكرم برمضان والالتقاط رقم 23. هذا مهدي السايح امامنا يبحث عن مساندة، وقدامه عمر عبيدة تمشي لابراهيم النداري، كرة عند مكرم برمضان يحاول التسديد وينجح. كان بحث على لان كونترا مع امين رزيق، عنده اربع اخطاء امين رزيق،
بحث على الكونترا مع امين رزيق ولف المكر بروثان، لانه يعرف امين رزيق يا باش يعمل دفاع قوي ويدخل في المخاطره وياخذ خطا، يا باش يعمل دفاع ساهل ويخلي شويه المجال لمكرم بروثان باش يسجل. هذاك علاش كانت الكره الاخرى وفات على مكرم بن رمضان. يوسف قدور من ثلاثه ينندو تدخل تخرج الكره هذه بوخت كره السله. 62-55 سبع نقاط قبل ثلاثه دقائق ومعاهم امتلاك للنجم الساحلي. مهدي السايح مررها لي مكرم بن رمضان ثم تمشي للناداري. كان رونفيرسمون من اليمين لليسار والخطا ضد يوسف قدور. كان فما رونفيرسمون من الكوتي فور للكوتي فابل وين كان موجود وحده للتسديد الناداري، ثم عاود رجعت التسديد الكره الاخيره وفي الالتقاط قاع اعلان عن خطا اللي فات مكرم بن رمضان. وانتر بارونتيز هذيك قوت مكرم بن رمضان الكرات الثانيه لعب بالظهر تركيب الاخطاء. هذو من نقاط مكرم بن رمضان، ذكروكم اللي في المركز نتاعو افضل لاعب في افريقيا في الافرو باسكيت الاخرانيه. مكرم بن رمضان كان في المنتخب يعني في افضل خمسه صحيح، وكان في اللي سانك ماجور بالطبيعه. كما شفنا الخطا الرابع ليوسف قدور، هذا مكرم بن رمضان يحاول التسديد رميه الحره ثانيه وينجح كذلك. وقت مستقطع طلبوا مدرب النجم الراتسي طبيعي قبل ثلاثة دقائق متأخر تسعة نقاط. لا فماش وقت مستقطع، لا الإشارة كانت غلطة شوية نتاع الحكم. تسعة نقاط دقيقتين و53 ثانية ماني تايم. تسعة نقاط هل يعود في النتيجة النجم الراتسي؟ يحاول من بعيد من ثلاث نقاط ما يسجلش. عاطف ماوى موجود، تصبح الضغوطات الكل على النجم الراتسي الآن في الدقيقتين ونص اللي مازالوا. فريق يحب يعمل كامباك ويرجع. إصابة لعاطف ماوى رقم 12 النجم الساحلي، يصاب تقريبا نفس الإصابة اللي تعرض لها في ملعب مباراة ملعب النابلي زيادة التومي على مستوى المرفق. إن شاء الله لاباس كامل لاعبيتنا التوانسة في كل الفرق التونسية، عمل مباراة محترمة اليوم عاطف ماوى. تسع نقاط وامتلاك، هل تكون كافية للنجم الساحلي لتسجيل اولى الانتصارات في السيمي فاينل امام جماهير الغفيره اليوم في نصف نهائي البطوله؟ النصف النهائي الاول اليوم نهار الجمعه، غدوه نصف النهائي الثاني، مباراه منتظره جدا. النادي الافريقي الاتحاد المونستيري امامكم المدرب الجديد للنجم الساحلي اللي عوض زفيتان زوران زفيتانوفيتش الصربي اللي بدا الموسم مع النجم الساحلي ثم غادر. يتم الاستنجاد بالمدرسة اليونانية في حوار يوناني يوناني قلنا اليوم بين ديمتريس بابادوبولوس وستراتوس كوكوليكيديس. قعدت مديدة باش حفظت شوية الأسامي هذوما. صعاب الأسامي ربيع. قعدت مديدة باش حفظتهم لا محالة. تسع نقاط كتير ونص كرة النجم الساحلي، واحدة من أهم الوضعيات الدفاعية للنجم الراتسي والهجومية للنجم الساحلي. تسع نقاط كرة توصل مكرم بن رمضان الخطأ ضد يوسف قدور. خطأ خطأ ضد يوسف قدور، من هذا الخطأ الخامس ليوسف قدور أو الرابع، لكن الخامس أكيد سيغادر الميدان. الخامسة ليوسف قدور، يعطيك الصحة والخير تشد الستاتيستيك. الخامسة ليوسف قدور يزيد يخسر شوية طول قامة. نعرف يوسف قدور سي أن جور اكستيريور يلعب بالأوتسايد جيم، لكنه يعاون الداخل في الالتقاطات وينجم يلعب حتى في مركز أربعة. يوسف قدور يغادر للخطأ الخامس. تذكروا أنه النجم الراتسي كيف كيف خسر محمد العباسي للخطأ الشخصي الخامس. يدخل حسني الإلهي يخسر شوية قلنا طول القامة، يلعب بالمروكي وبعبيدة وبحسني الإلهي لاعبين خارجيين ومن رزيق وسمعلي كمركزي أربعة وخمسة في النجم الراتسي. النجم الساحلي كلاسيكي بمهدي سايح كبلاي ميكر، رضوان سليمان ومكرم بن رمضان في مركزي أربعة وخمسة. توغل يسجل يسجل احمد السماعلي، تحصل على خطا. شفتوا الهجومات ما عادش تطول برشا في النجم الراتسي ولف وقت الفريق يكون منهزم 10 نقاط، فانه الى تاك لو باني في اسرع وقت ممكن، لانه ما عادش يسمع روحه يدور 24 ثانيه لانه يلعب ضد الوقت. على هذاك شفتوا الجو ترانزيسيون يعني تميره والذهاب الى السله بالنسبه للنجم الراتسي. سدد التسديده ما ينجحش فيها بطبيعه، تسديده واحده لانه سجل النقطتين. وودز في المقابل شوفوا نجم ساحل يمشي ل 24 ثانية، مقطوعة مقطوعة من عمر عبادة يعمل الانترسبسيون. أمين رزيق 80 نقاط ودقيقتين،
هم امتلاك تقريبا نجم الراتسك بالدقيقة 55 ثانية 8 نقاط. عمر عبيدة يطلب الكرون ياخذه من السماعلي البيك اندرول توصل للسماعلي تخرج كرة حسني الإلهي مع وودز ثم الخطأ. برشا وعديدة هي الأخطاء في مباراة اليوم في الفريقين، رصيد كبير من الأخطاء. فرق تفكر برشا في الدفاع، تحاول تعمل ليزانترسيبسيون، بيع تعرض روحها برشا للأخطاء. هذا اللي قاعد يصير في مباراة النصف نهائي اليوم، نصف نهائي البطولة. سدد الرمية الأولى وما ينجحش حسني الإلهي، شجع فيها من رزيق. من نقدم الملاعبية كن بحضر بعضهم رضوان سليمان ومين رزيق تقريبا من نفس الجيل. يعمل ربون رضوان سليمان بيد واحدة على طريقة كرة اليد، طريقة مايكل جوردن معروف بها رضوان سليمان. وودز يمشي المهدي السايح، كان الجمهور يمكن يفيق في وودز باش ما تصيرلوش انترسبسيون أخرى كما قبيلة. هذاك علاش سمعتوا الصيحة نتاع الجمهور وقت الكرة مشات لجيوفوني وودز. هذا عمر المحلي يبحث عن المساندة يمررها لرضوان سليمان، يسدد وينجح رضوان سليمان، نجح ويزيد دعم الفارق. هل تكون سلة الأمان ألفا؟ 11 نقطة دقيقة و20 ثانية، هي سلة البريك لكن هل تكون سلة الأمان؟ الرد هوني من النجم الراتسي لكن عمر عبيدة ما كانش ناجح. ترجع الكرة لمهدي سايح، مهدي سايح باش حاول يقوم بخطا النجم الراتسي باش يوقف الكرونومتر. دقيقه على نهايه المباراه، 11 نقطه للنجم الساحلي. مباراه حلوه فرجويه، نجم الراتسي الحقيقه عمل مباراه جيده في العديد والعديد من الاوقات، كان متقدم وبفارق كبير. اليوم حاضر دفاعيا هجوميا، حاضر دفاعيا 68 نقطه امام النجم الساحلي، يعني مش سهل امام لاعبيه كما موحلي ورضوان سليمان ومهدي السايح ومكرم برمضان. عمل مباراة جيدة وعطف ماوى 11 نقطة، مباراة جيدة للفريقين. صحيح هجوميا عودونا يمكن خير شوية من هكا، لكن المباراة عموما كانت مشوقة. نجم الراتسي عمل مباراة جيدة، النجم الساحلي يواصل سلسلة مبارياته الجيدة وانتصاراته، يواصل سلسلة الوردية بين ظفرين منذ قدوم بعد إزاحة النادي الإفريقي. 29 نقطة فارق، اليوم يلعب نصف نهائي في قاعته وفائز قبل بعض الثواني تقريبا 10-11 ثانية. مباراة عمل فيها لازم بالنسبة لي هو النجم الساحلي أنه ينتصر في قاعته وما يفرطش في أسبقية القاع. النجم الراتسي يقول لك نلعب الكل في الكل، إذا فكيت أسبقية القاع مرحبا، إذا ما فكيتش مش مشكل، عندي الرتور في رادس وبعد نجم نهز النجم الساحلي مباراة ثالثة. مباريات كبيرة ومنتظرة في الأسبوعين اللي مازالوا بين الفريقين. 70-57 30 ثانية أمامكم مهدي السايح وجانب من حضور جماهير النجم الساحلي اليوم في سيمي فاينل البطولة. 13 نقطة 30 ثانية تقريبا كل شيء تلعب في مباراة اليوم في نصف نهائي أول، مازال نصف النهائي الثاني. مباراة منتظرة ومشوقة بين النادي الإفريقي والاتحاد المنستيري، كل لقاءات النادي الإفريقي والاتحاد المنستيري كانت مشوقة وكانت فرجوية وحلوة وربحوا بعضهم برشا مرات السنة. يعني غدوة لافيش كيف كيف كبيرة ياسر 6 تاع العشية الموعد على الوطنية 2 ما تفلتوش. النادي الإفريقي الاتحاد المنستيري طلع الإحصائيات النجم الراتسي ألفا 36% طيبة طيبة عموما على تقريبا 3 سنتين سدد واحدة من 3 نقاط، لكن هنا النجم الراتسي خسر مباراته في الشوط الثاني بعد تقريبا ما خسر بعض الكرات في الهجوم على دي موفي شوا في الاتاك، يعني عمل اختيارات مش صحيحة في الهجوم. في المقابل النجم الساحلي أخطأ أقل في الفترة الثانية والثالثة والرابعة من النجم الراتسي، وفما جانب الخبرة كيف كيف النجم الراتسي ماهوش ما يعملش على ملاعبية أجانبي لحد الآن، خير أنه يلعب بالإلي بالقانوني بالماجري بالرودسلي بوعلاق، تقريبا الخبرة كيف كيف تكون عندها دور كبير. السبت القادم باش تكون مباراة حلوة في راد سميم جماهير نجم الراتسي كما جماهير نجم الساحلي، تعبي القاعة تلعب في قاعة بشبابيك كبيرة عربية في رادس لكرة السلة. كل شيء ممكن في لقاء العودة كيف كيف كما نجم النجم الراتسي يفوز ويرجع نتيجة 1-1 ويتم اللجوء المباراة الثالثة وفاصلة، كما نجم النجم الساحلي يعمل 2-0 في رادس بالذات. كل شيء ممكن في لقاء العودة في نصف نهائي البطولة. حاتم لانجر 70-57 21 ثانية. هوني النجم الساحلي تحصل على خطأ ابراهيم النداري،
حصل على خطأ وتقريبا هوني اطمئنان على نتيجة المباراة وفرحة جماهير النجم الساحلي. إذن رمية حرة أولى، إبراهيم النداري ما ينجحش في تسجيلها، هذه الرمية الحرة الثانية وناجحة. 14 نقطة 21 ثانية كل شيء انتهى تقريبا في مباراة اليوم. نذكركم الرهان نصف نهائي البطولة النجم الساحلي النجم الراتي، العودة باش تكون نهار السبت القادم في لقاء العودة كما قلنا، ما نقول إن شاء الله على القناة الوطنية الثانية لقاء العودة باش يكون بين النجم الراتي النجم الساحلي. نذكركم الموعد غدوة 16 على الوطنية 2، الاتحاد المونستيري يتحول للجرجاني لملاقاة النادي الإفريقي. 71 57 لفايت النجم الساحلي في أولى لقاءات نصف نهائي البطولة ذهاب في حوار النجمين. يعطيك الصحة ألفا. شكرا ربيع. إذا مرة أخرى نذكروا بالنتيجة 71-57 وتفوق النجم الساحلي في شوط أول النجم يقولوا في انتظار الشوط الثاني يوم السبت القادم في رادس. صحيح، مباراة العودة بتكون مهمة للفريقين. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، كانت معكم ألفا عياش وربيع البحوري، نتلقاو غدوة إن شاء الله في مباراة الإفريقي الاتحاد المونستيري 16. إلى اللقاء.